السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. الفيديو الماضي كان يبدو أنه بدون صوت، فعشان هيك عدت يعني نفس الفيديو نفس كل شيء لكن بصوت للي بيحب يعني يعرف عن إيش كنت يعني قاعد بحكي عن الأمور هاي. الـ IP فيرجن 6 بتمتع بخصائص كثيرة تختلف عن IP فيرجن 4، وهو أكثر كفاءة من IP فيرجن 4. وطبعا بما انه اي بي فيرجن 4 صار خارج الخدمه لانه ما ضلش فيه، يعني ما تقدرش الان تروح على ايانا انترنت اسوسيشن فور ستاف، هو تبعت الفور اسايند نيمز اند نمبرز. ف الاي بي فيرجن 6 بدنا نحكي بس شوي عن بعض عائلات او الانواع تبعت العناوين تبعته. في عندك ان سبيسيفايد، هو عباره عن 128.0/128، يعني بالعربي كلهم اصفار. ليش بنحتاج هذا او ليش جهازك ممكن يعني بشكل تلقائي يعطي عنوان مثل هيك؟ في البداية لما انت تحكي له انه عين لي مثلا العنوان IP version 6 على الانترفيس التالي، مثلا 2000 كولون مثلا 1234 1245 6 7 الى اخره، فهو مبدئيا رح يحدد الانترفيس بانه هذا العنوان تبعه unspecified. لكن رح يلعب لعبة هي انه يخلي السورس يعني مصدر هذا الباكيت عبارة عن unspecified، والdestination تبعته يعني المكان العنوان المقصود هو نفس الـ IP address اللي انت حددته. وهي هي عملية الـ duplicate address detection، عملية تحديد اذا في عبارة عن IP version 6 مكرر. برسل الباكيت، اذا اجارد معناته في على الشبكة واحد ثاني عنده نفس العنوان، اذا ما اجارد معناته هو الوحيد على الشبكة اللي عنده هذا العنوان، فمباشرة بيحدده على الانترفيس. اما اذا وصلوا رد فبحكي لك انه في عندك داد او هي دوبليكت ادرس ديتكشن. لوباك احنا بنعرف انه لوباك هو عبارة عن اصفار كلياته اللي هي 2 كولونز، وفي عندك بالاخر واحد. بينما بالاي بي فيرجن 4 احنا انفقنا او خسرنا 127.0.0.1/8، يعني سبنت اي سبنت. ولما نحكي عن الاي سبنت يعني احنا بنحكي ان خسرنا علشان لوب باك ادرس 16 مليون وكذا اي بي ادرس، بس علشان لوب باك اللي احنا بنحتاجه هو واحد بس، او يعني ما توقعش في يعني غالبا احنا بنستخدم اللي هو 127.0.0.1، يعني نادرا ما تسمع واحد مثلا استخدم .10 او كذا. سوفتوير انترفيس يعني ما بتقدر تمسكه بيدك. طبعا يستخدم لبعض البرامج والعمليات او بروسيسز، ومش مشبوك مع اي شيء. في عندنا كمان للاي بي فيرجن 6 في نوعين من الكونفيجريشن، في عندك ستيتلس وستيتفول. الستيتلس انت بتاخذ من الراوتر اللي هي السبنت اي بي فيرجن 6 سبنت، وعن طريق الـ Extended Unique Identifier الـ EUI 64. الآن اللي بيعمله انه هو باخذ الماك أدرس، لكن الماك أدرس هو عبارة عن 48 بت احنا نعرف، فبيحتاج 16 بت اللي هم راح يكونوا FFFE. كمان لشيء يعني إله خصوصية بالموضوع الهاردوير، فلازم تعمل فليب يعني تقلب السيفنث بت، يعني البت رقم 7 بالإكستندد يونيك ايدنتيفاير راح نقلبه ل، إذا كان 1 بينقلب 0، إذا كان 0 بينقلب 1، أو لا هو لازم يكون 0
بغض النظر يعني مش راح يعني هو بيجي بشوفه، اذا واحد بقلبه زيرو، اذا كان زيرو بتركه. كمان في عندك ستيتفول. الستيتفول يعني من الاي بي فيجن 6 سيرفر، دي اس تي بي سيرفر، باخذ العنوان وبيحدده للانترفيس. و يعني هاي بس المقدمة اللي انا كنت بدي اضيف لكم اياها. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.